إلى هنا انتهى الاستعداد لمناسبة العيد ربما وارتفعت التكبيرات، لكن أزمة تعز الطاحنة في ظل الحرب لم تنتهي بعد. نحو 4 أعوام من الحرب على هذه المدينة وحالها ثابت لم يتغير، بل ويشهد تدهورا يوما بعد آخر. وعلى الرغم من كل ذلك تأتي مناسبة الأعياد فيحاول الناس فيها استعادة لحظات السرور وإدخال البهجة إلى حياة أهاليهم خصوصا الأطفال. نحاول أن نلتمس العيد بأرواحنا والحب فيما بيننا رغم غلاء المعيشة وغلاء الأسعار وارتفاع الأسعار بشكل مهول جدا، فهذا لا يمنعنا على زرع البسمة وعلى اكتساب المحبة فيما بين والاجتماع فيما بين البين في صلاة العيد وفي المقايل وفي كل مكان. تدهور الأوضاع المعيشية وضعف القدرة الشرائية ساهم في العجز عن تلبية متطلبات هذه المناسبة، حيث تحول هذه الصعوبات بين المواطن وفرحة العيد، إذ لا يستطيع المواطن أن يعيشها وما تزال الكثير منها تشهد تفاقما كتراجع العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، والذي ساهم هو الآخر في ارتفاع أسعار الأضاحي ومستلزمات العيد بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود. أصبح المواطن الآن يعاني معاناة شديدة بالنسبة للغلاء، وهذا كله بسبب ارتفاع الدولار وسبب هبوط العملة اليمنية. فبالنسبة للأضاحي هذه إذا ما قدرش المواطن انه يروح يضحي واللي يشتري أضحية، يعني تجي تشوف الراتب انه اللي يستلمه ما يكافش حتى قيمة نص أضحية. هنا بعض المتسوقين ممن اكتفوا بالزيارة لهذه الأسواق وعادوا خائبين، حيث ظروفهم المعيشية المتدهورة حالت بينهم وبين اقتناء ما يحتاجونه. الانتهاء من أداء هذه الشعيرة جزء من طقس العيد كذبح الأضاحي وزيارة الأقارب، إلا أن كل هذه هنا ستمضي ناقصة كباقي المناسبات، فالواقع الجاثم على أبناء هذه المدينة أكثر مما توحي به مظاهر العيد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.